وللحديث عن استمرار العدوان الصهيوني والتصعيد في فلسطين المحتلة ورد المقاومة على ذلك، معنا الأستاذ ماهر شويش الصحفي الفلسطيني عبر سكايب من أمستردام. مرحبا بك معنا. حياكم الله، بارك الله فيك. أولا، كيف تتابع مجريات الأمور خاصة فيما يتعلق بأداء المقاومة وآخرها عملية الدعس التي قام بها فلسطيني في حي الشيخ جراح والذي انطلقت منه أساسا المشكلة؟ نعم، بداية الحقيقة قبل أن أتكلم عن طريقة متابعتي للأحداث ولكل ما يجري في فلسطين المحتلة سواء في أرض 48 أو في الضفة الغربية والقدس وحي الشيخ جراح وحتى في قطاع غزة، يجب حقيقة أن نقعد الأمر ونؤصل له بشكل واضح وصريح، لأن البعض حقيقة يحاول أن يدلس علينا ويقول بأن المقاومة هي التي بدأت وأن الشعب الفلسطيني هو الذي بدأ في هذه الجولة من جولات الصراع مع المحتل. حقيقة العدو وقوات الاحتلال الإسرائيلي هي التي بدأت بهذه المعركة، لا سيما أن المجتمع الفلسطيني قبل أن تبدأ هذه المعركة بشهر كان يتحضر لبناء إعادة بناء النظام السياسي، وكان كل المجتمع الفلسطيني يتهيأ للانتخابات، يتوقع كانت تكون انتخابات ديمقراطية ولزيها حتى تفرز نظام سياسي فلسطيني قادر أن يجابه هذا المحتل. لكن مع الأسف المحتل ضغط حتى يتم تأجيل أو بالأحرى إلغاء هذه الانتخابات، ومن المؤسف أيضا أن القيادة الفلسطينية استجابت لهذا الضغط. بالتالي عمليا حصل هناك انسداد في الأفق السياسي فيما يتعلق ببناء النظام السياسي الفلسطيني. لم يكتف العدو الصهيوني ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بذلك، وإنما أيضا زاد كما يقال الطين بلة وأراد أن يهجر أبناء شعبنا في حي الشيخ جراح، وأيضا شجع مستوطنيه وقطاعات مستوطنيه على أن يقوموا باقتحامه الكبير الذي كان يعني مرتب له في 28 رمضان. أنا أريد أن أقول بأن هذه الأجواء هي التي مهدت لما يجري الآن، وبالتالي كل تبعات ما يجري الآن من هذه الجولة من جولات الصراع يتحمل بشكل أساسي الاحتلال الإسرائيلي. نعم. نحن نتابع حقيقة على مدار الساعة ما يجري في كل فلسطين، في كل فلسطين المحتلة، نتابع حقيقة ونحن لا شك قلقون على ما يجري في قطاع غزة، ونحن يعني قلقون من ناحية أن العدو مع الأسف لا يواجه المقاومين ولا يواجه بشكل عسكري، وإنما يذهب إلى القضايا المدنية، يذهب إلى يعني هدم وتدمير الأبراج التي هي يعني جزء كبير منها يحوي على مؤسسات إعلامية. نعم. ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات مدنية، وأيضا يستهدف الأطفال، وبالتالي لو راقبنا عدد عدد الشهداء نجد أن جزء كبير منهم هم من الأطفال والمدنيون، وبالتالي هو لا يستهدف بنى عسكرية بشكل مباشر وإنما يستهدف المدنيين حتى يضغط على. بماذا تختلف هذه المواجهة عن غيرها من المواجهات من ناحية أداء المقاومة؟ لا شك أن أداء المقاومة واضح أنه تطور وتطور بشكل كبير، ويعني ما يجري لأرض المحتلة وليس أقول يسر الأرض المحتلة ما يجري فيها بالاستهداف واضح أنه يستهدف كل البنى التحتية لهذا الكيان، يستهدف المطارات، يستهدف أيضا الجنود، وبالتالي هذا الاستهداف واضح لأن المقاومة تريد أن تصوب على على الشيء العسكري ولا تستهدف الجانب المدني كما يفعل المحتل. مع أن المجتمع الصهيوني هو مجتمع كله مع الأسف عبارة عن ثكنة عسكرية ومجتمع عسكري، لكن المقاومة تريد أن توصل رسالة واضحة بأننا نقاوم هذا المحتل ونريد أن نخرج هذا المحتل من أرضه بشكل نستهدف فيه الجانب العسكري والقوات وقوات الاحتلال العسكري بشكل واضح وصريح. نعم. حتى العملية التي جرت اليوم، هذه العملية التي جرت اليوم لم تستهدف مدنيا كما يفعل المحتل، وإنما ذهبت باتجاه يعني الجهات العسكرية والجنود الصهيوني. نعم. طيب، من ناحية أخرى، محاولة الاحتلال الضغط على المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب من خلال استهداف المدنيين واستهداف منازل الأبرياء، حيث أن العدد الشهداء اليوم فقط ارتفع إلى 42 شهيدا، هل تعتقد بأنها يمكن أن تنجح؟ هذه القضايا مجربة على مدار أربع جولات، هذه الجولة الرابعة من جولات الصراع مع الاحتلال، سواء التي جرت في عام 2008 نهاية 2008 2009 وفي 2012 و2014، وهذه ربما الجولة الرابعة. في كل الجولات السابقة كان يعمد الاحتلال لاستهداف البنى التحتية واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال والنساء، ومع ذلك لم تنجح هذه الطريقة ولم ينجح هذا الأسلوب في إخضاع المقاومة وفي إخضاع شعبنا الفلسطيني، لأن حقيقة شعبنا الفلسطيني صاحب حق في هذه الأرض، وهذه الأرض هي لنا، وأخرجنا منها في عام 1948 أيضا بقوة وبضغط السلاح وبضغط المجازر وبكل ما ارتكبه هذا العدو وهذا الاحتلال ضد أجدادنا وضد أبائنا. الآن يريد الاحتلال أن يعيد هذه الكرة مرات ومرات،
بعدها فشلت في كل تجارب السابقه، والان انا اؤكد لك انها ستفشل ايضا بصمود ابناء شعبنا وبثبات ابناء شعبنا وبتمسك ابناء شعبنا بحقوقهم. نحن اصحاب ارض، وهذا الشعب هو شعب قدم على مدار 100 عام السابقه، قدم كل التضحيات وقدم كل ما لديه حتى يبقى متجذر ومتمسك في ارضه التي هي حقه والتي هي ملكه منذ يعني اكثر من 100 عام. نعم، من الملاحظ هو مشاركة كل فلسطين بكافة مناطقها وجغرافيتها سواء في القدس أو اليوم في حي الشيخ جراح كما أشرنا، في المناطق المحتلة عام 48 شاركت بشكل واضح وقوي في هذه المواجهات من خلال الضغط على الاحتلال في اللد وفي غيرها وفي أم الفحم وغيرها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة في غزة. الضفة شاركت بشكل خجول لأن هناك تنسيق أمني وهناك للأسف سلطة تقوم بمنع الناس من التظاهر. كيف تقيم هذا الوضع؟ أنا أعتقد هناك ميزتين في هذه الجولة من جولات الصراع. الميزة الأولى تتعلق يعني أظهرت بشكل واضح وصريح الوحدة الوطنية أو وحدة التراب الوطني الفلسطيني حقيقة والتكامل بين الداخل والخارج. فيما يتعلق بوحدة التراب الوطني الفلسطيني بات واضحا بأن هبة أهلنا في أرض 48 وهبة أهلنا في القدس وفي حي جراح أو في حي الشيخ جراح، وتحديدا حقيقة في المناطق التي يعني منعتقة من سلطة التنسيق الأمني. هذه الهبة تؤكد على أن فلسطين هي فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها، وأن شعبنا شعب واحد في كل هذه الأرض في 27,000 كيلو متر مربع، وبالتالي هذه ميزة. الميزة الأخرى حقيقة هو ردة الفعل الشعبية في كافة الأقطار العربية وفي كافة حتى الدول الصديقة وحتى الدول الإقليمية. هناك حقيقة تضامن كبير شعبي في الدول العربية، وتضامن شعبي كبير حتى في الدول العربية، وهناك تعاطف كبير وتضامن مع أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي هذه الميزة أيضا ربما تختلف. لأنه حقيقة أنا لو ظلت أتحدث فقط عن هولندا، في هولندا الآن خرجت كل الجغرافيا الهولندية سواء في الوسط في مدينة أوتريخت أو في العاصمة أمستردام أو حتى في الشمال، كل هذه المدن خرجت لتتضامن مع أبناء شعبنا الفلسطيني، والأعداد حقيقة تتجاوز الآلاف، وبالتالي هناك واضح أن هناك تضامن شعبي كبير سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي أو على المستوى الدولي والإقليمي. نعم، ما يعني باعتقادك كيف يمكن استثمار هذه المواجهة في مزيد من دعم الشعب الفلسطيني؟ نحن نعرف أن ما يجري الآن سبب ما جرى في الشيخ جراح قبل شهور، محاولة تهجير الناس من الشيخ جراح، والعالم كله كان بيتفرج وصامت، لكن لما صار في مواجهة لاحظنا أن هناك عددا من سفراء الاتحاد الأوروبي في فلسطين ذهبوا لزيارة الشيخ جراح. يبدو أن العالم لا يتحرك إلا إذا بالفعل صاحب الحق طالب بقوة في هذا الحق. لا، هذا من دون شك، ولكن أنا أريد أن أقول يجب يعني في هذه المرة في هذه الجولة من جولات الصراع أن يكون حقيقة المفاوضات في السياسة تنسجم مع ما جرى في الميدان، لأنه حقيقة لا يجب أن تنتهي هذه الجولة دون رفع الحصار على قطاع غزة. قطاع غزة المحاصر والذي يعاني في كل بناء الخدمية والصحية والتعليمية والطبية، يجب أن لا تنتهي هذه الجولة إلا بشرط أساسي ورفع الحصار على هذا القطاع المحاصر منذ 15 عام والذي بات حقيقة لا يصلح حتى للحياة البشرية، وبالتالي يجب أن يكون هذا هدفا واضحا لدى السياسي الفلسطيني. النقطة الثانية، الشعلة التي انطلقت منها والسبب الذي انطلقت منه هذه المواجهة أيضا فيما يتعلق بحي الشيخ جراح، يجب أيضا أن لا تخرج أي عائلة من هذا الحي، ويجب أن يثبت أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الحي. والنقطة الثالثة والمهمة هي فيما يتعلق في القدس وغرامات القدس وحرية العبادة في القدس، يجب أن يكون واضحا أن هذه الشروط الثلاثة، وأيضا يجب أن يكون حقيقة باعتبار أنه دخل شعبنا في أراضي 48 دخل على هذه الجولة، يجب أن يكون تصان حقوقهم وأن يرفع نظام التمييز العنصري ونظام الأبرتايد على أبناء شعبنا في 48. يجب أن يكون هناك حقيقة سلة متكاملة لمفاوض سياسي يدخل على أساسها، وأن ينسجم الجانب السياسي مع ما أدته المقاومة في هذا الجانب. شكرا لك الأستاذ ماهر شاويش، الصحفي الفلسطيني، كنت معنا من أمستردام.